هناك مسألة في قناة التناصح مثلا، والتي تعاني من هجمة كبيرة يعني من البعض من قبل الإعلام المضلل، نجد برنامج الإسلام والحياة والذي يستضيف فضيلة المفتي، والذي لا أريد أن أذكر بحجم الحملة التي يتعرض لها، نجد اتصالات كبيرة جدا من الطرف الآخر يتصل، سواء كان سيقول كلام لا يمكن قبوله، أو سيسأل سؤال يعني يريد أن يحط من قدر الكلام والحلقة الجارية. هذه يعني حتى هي تعتبر معيار أو تجعل لنا نضع نسبة لمن يتابع التناصح وإلى أين وصلت. أنا أقول لك شيء يا محمد. نحن مثلا الصحفيين والإعلاميين والنشطاء اللي على الفيس وكذا، ومع الثورة وضد الكرامة وحفتر وكذا، نحن نلقوا كثيرين يدخلوا عندنا ويعلقوا. أنا تعرف نقول لهم يا أخي طيب أنت ليش أنت متطفل علي إذا كان أنا مش عاجبك؟ أنا ما نمشيش لصفحتك. تخيل شنو يقول لي، يدخل يقول لي تظن نفسك أن أنت محلل، تظن يا سيدي أنا ما نظنش في نفسي، بس أنت ليش عندي؟ لكن هو أكيد يجي عندي عشان يستفيد كلمة اثنين، لأنه يشوف في كلام مرتب، كلام قائم على حقائق، كلام ما. لكن أنا نبشرك، ما يلبث هؤلاء إلا أن يكتشفوا بعد قليل، يعني يطول الزمن أو يقصر، لكن سيكتشفوا أن مطلة لدره في الكبد، زي ما هم طبعا هم نفسهم قالوا عليه، مش أنا اللي قلت عليه. على ذكر هذا الشخص أريد أن أتكلم مع الدكتور فتحي الفضلي حول هذا الشخص. هذا الشخص تسبب في قتل العديد من الناس الأبرياء أو غيرهم، أنا يعني لا أستطيع أن أطلق أحكام على هؤلاء الناس، ولكن التهم واضحة هي مخالفة ومعارضة حفتر، يعني بسبب تحريضه، ويرسل فيهم يرسل في هؤلاء الميليشيات للبيوت، ويقول لا يسكن في المكان الفلاني، يسكن في كذا. يعني ظهر بكل بساطة في اليومين الماضيين على شبكة التواصل الاجتماعي وقال سامحوني. هل هذا إعلامي؟ يا أخي الكريم هؤلاء قلت لك مش إعلاميين، هذوم يعني طيب هل الأمر بهذه السهولة هكذا؟ لا لا لا، هو الأمر ليس بهذه، هي لما أنت تقعد في خضم ولا لا ما تشغلش عقلك، ولا لو يدفولك في طواجين ومراكب وأنت قاعد متحمس، هذاك قتلوه هذاك اذبحوه هذاك، أنت كيف قتلوه اذبحوه؟ أنت شنو أول إيش دخلك؟ إيش دخلك؟ أكبر مجرم تقبض عليه دولة، تقدم المحكمة ولا لا، يطلع بريء، تقتل ما تقدرش، شو تصبي في فضائية وتقول أمسك فلان وعلان وبعدين تقول لي سامحني؟ يعني في حقين هنا أو ثلاث حقوق، حقك مع الله سبحانه وتعالى. حتى أنا سمحتك الرب حيسامحك، حق الخاص، الحق الخاص وولي الدم ياخذك المحكمة شنو يسامحك. حتى لو سمحتك أنا الحق الآخر الحق العام، حق الدولة، الدولة لها قانون.